السلام عليكم، مرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا وين نزلت الفيديو الساعة غلطت في التيت برك، غلطت في الاخر، بصح هذا هو التيت تاع المدرب المنتخب التونسي يورط هذا المشرف بعد الفشل في كاس 2023. سمحوا لي الساعة انا غلطت يعني في البداية تاع الفيديو تاعي وين غلطت باش نصحح، كنت داخل في موضوع والاولى جبت هذا التيتر هذا، سمحوا لي برك. قاتلوا الموضوع اللي هدرتو هذاك خير. وين انهى المدرب جلال قادري قصته مع المنتخب التونسي بعد خروج من الدور الاول لنهائيات منافسه كاس امم افريقيا 2024، وهو الفشل الذي طال المنتخب الجزائري بقياده هذا المشرف. ورغم اشتراك يعني هذا المشرف وجلال قادري في خروج المر من الدور الاول لنهائيات كاس امم افريقيا كوت ديفوار 2024، الى ان الامور اختلفت بينهما في علاقه مع الاتحاد يعني بلدانهم لكره القدم، يعني بالعلم وين قرار يعني رئاسي من تونس يعني ووزاري بإنهاء مهام رئيس الاتحاد التونسي جامعه التونسيه لكره القدم، يعني هذاك المنذر ما يسموه تاع تونس هذاك. وفي الوقت يتم فيه الحديث عن انقلاب يعني المدرب رئيس يعني وين الحديث عن انقلاب هذا المشرف على رئيس الفاف صادي ورفض فك الارتباط مع المنتخب الجزائري، وقرر قادري امضاء وثيقه فسخ عقده مع الجامعه التونسيه لكره القدم. رغم انه وين قادري هذه كان يحترم يعني وين هذا المشرف لي ناس مغلطينو، ناس مغلطينو باينو دايرينو بلي كاين اعداء ولازم تقعد ما تروحش من اجل اعدائك. كان اعداء لا والو، اللي جابوكم دافريكا على الجزائر كامله خرجت الدار، كاع الصحافه تسلم عليها. المدرب الوحيد اللي مر على الجزائر اللي تلاقى دعم كبير من عند الاعلام يعني دعم كبير من الجماهير، تا واحد بنادم يقول لك عنده إيه اعداء. على بال بلي الاعلام يلعب دور كبير هذيك سلطه. نهار اللي جا هنا الوهران استاد الناس كان اللي مخلص وما دخلش على بال، مات طفل هنايا على جا المنتخب الوطني زرباطو لوطو كتلاتو يسكن في سيد البشير، واو لله راح القسنطينه استاد مبلع، عنابه استاد مبلع، الناس فتره بالقدور في رمضان فطروا في استاد بالقدره بالقدره جايبين قدور قازار ياكلوا في استاد على جنب الخدمات، ما كاش كاع على بالهم. نهار اللي الاقصاء من كاس العالم يعني داروا قرارات يعني لازم فوق مور المينا في المور اللي روبلاصو، الشعب ما كاش قبالو، الشعب ما كاش داروا منه قبالو الشعب التريبي الخاوي، لازم الناس خافوا اللي عائلوه ولا في سان جوي ماكم عاقلين عليها، ماشي كيف صاحبين الشيطان. بعد يجي يقول لك كاين عنده اعداء، شكون؟ نتوما باش تخدموا هادو اعداء الجزائر باش يخدموا الخدمه تاعهم، باش يديروا ابتزازات للجزائر، باش يديروا ابتزازات العصابه اللي تستعمل هذا المدرب اسم برك بالماضي اسم هذا اسم تلعب به العصابه بدون علمه. هو باغي يخدم عنده، قال لك انا عندي حلم كاس العالم، يا ما غاديش تروح كاس العالم، انت ما تروحش كاس العالم، انت غينيا هنايا تربحك تزيد تسمع ما لا يرضيك، حز روحك. واش راني باغي انا نهار الكاميرون قلت لك روح سي اميرو كل يوم، اليوم كون خرجنا بروميتور اليوم الشعب كان يقول لك لا ردوا بالماضي، اليوم الناس كلها واه صح اليوم كلهم يقولوا ردوا بالماضي، بصح انت قعدت يعني ما كاش نتيجه، قعدت ما كاش نتائج. هاولا يجي يقول لك عام ما خسرناش هاولا يوم يدخل بروميتور دوره يعني دوره كيما هذه تخرج بروميتور ما تربحش موريتانيا يا الصومال من عاتك يا اخويا الصومال غير ربي يا سي هم واش الصومال من عندنا ما وليناش نلعبوها
هذوك هنا نربح، هنا نربح موزمبيق، ومن بعد ما تجي لهنا غينيا هنا تربح، علاش هنا غينيا؟ غينيا غادي نلعبوا معاها، هاو تجيك انت غينيا هنايا، وين راكم رايحين للشيطان؟ الله يسهل عليك، واش يصرالك انت راك باغي؟ وحاولت بعض الأطراف يعني تبليغ تهمة لقادري وقول بأنه رفض الفك الارتباط مع المنتخب التونسي على شكله مع من فعله الناخب يعني الجزائري مع المنتخب الجزائري. وأكدت مصادر يعني أن كل ما روج له في بعض وسائل الإعلام بشأن رفض المدرب قادري فسخ عقده مع المنتخب التونسي مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة. يعني بغاو يقول لك هاني بتاع تونس لهنيك ما بغاش يفك العقد تاعو لا تونس ديريكت. وطلبت تلك المصادر ان وطبعا تلك المصادر كل متسائلين ومتخوفين من لجوء جلال القادري الى الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهو سيناريو الذي تروج له بعض الاطراف في الجزائر بشأن قضية جمال يعني مع الفار. وإذ كان المدرب المنتخب الجزائري يطلب بجميع حقوقه المادية مقابل مغادرته صفوف كتيبة الخوض، فإن المصدر المواقع السابق كشفت أن قادري لم يتقاضى أجرته منذ ستة أشهر، ستة أشهر مخلص إليو سيسي، ستة أشهر مخلص تاع الكوت ديفوار، على بالكم تاع الكوت ديفوار ينبح السينيغال على بالكم شحال يخلص؟ 17000 أورو فاي، هذا فاي هذا يخلص 17000 اورو، على بالكم بها ولا ما بالكمش؟ 17000 اورو راه مكالي في بلادو الكارد دو فينال، الروح عاودت ولات لهم تولي دوكوب دافريك، الروح عاودت ولات لهم بضخ دماء جديده فاز الطاقم الفني ديفلوباو 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 ناس ديفلوبات. هذه هي الحقيقة أخويا، وإذ كان المدرب المنتخب الجزائري يطلب بجميع حقوقه المادية مقابل مغادرته صفوف كتيبة الخوض، فإن مصدر موقع سابق كشف أن قادري لم يتقاضى أجرته منذ ستة أشهر، وفضل التقني التونسي التركيز على عمله مع كتيبة النصور قرطاج خلال كل تلك الفترة بدل التركيز على مطالبه الاتحادية التونسية للعبة بحقوق المادية. وأكدت مصادر أن المدرب جلال قادري لن يتجه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل مقاضاة الاتحاد بلده تونس بخصوص رواتبه الشهرية والتي لم يتقاضاها إلى حد الآن. ويرد المدرب كتيبة نصر قرطاج من خلال عدم لجوئه إلى الفيفا ترك علاقة طيبة مع مسؤولي الاتحاد التونسي والمسؤولين يعني في الدولة التونسية. وعلى النقيض من وضع القادري مع الاتحاد التونسي ما زال قبضة الحديدية مستمرة بين المشرف ورئيس والاتصادي في ظل غياب أي شيء رسمي، فشل مجال في المفصل مجال انتظار يعني انتشار يعني في التسريبات، يعني كاين تسريبات كاين اشاعات كاين اشاعات، كل واحد يهدر كل واحد يخرج يهدر، هذه هي الناس تخرج تهدر، كل واحد راه كل واحد يقول لك عندي كيما الماتش يتعاود، راهي تاع الماتش يتعاود برك هذا مكان، كل واحد اللي تهدر معاه يقول لك الماتش يتعاود وغادي نعاود وغادي نديرو، هذه هي كاش جديد جديد ما كاش كاع. شو بير لونترينير الجديد تاع سليماني جديد يهاجم مدرب كورتينا كورتيبا الجديد يهاجم سليماني، شو دخل سليماني؟ سليماني ما تتبعوا فيه ومو كاع معايا صحيح سليماني توما، تهضر لي على سليماني، الاتحادية الجزائرية راهي تبحث على مدرب جديد توما قاعدين، لازم تحوس على مدرب، وما يخدم وقتي، راهي تخدم. الناس بدات تخدم، الناس بدات توجد مرزا.
ما تنساوش عطونا شير كومونتير وبارطاجوا لنا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما بجديد معكم، ونمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. صحيح.